اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من قناتنا على فكره تكنولوجي. اليوم عندنا ريفيو اكيد شرح كامل عن الكروم كاست. طبعا قبل ما نبلش الفيديو ما تنسى تعملنا لايك وشير واكيد سبسكرايب تفعيل زر الجرس ليوصلك كل شيء جديد وروح كبير. طيب هنفتحها سوا اكيد. طبعا محتويات العلبه اللي هي اساس الكروم كاست الاساسيه، الواي فاي اللي بتقطع واي فاي، واكيد كتالوج اللي بيعرف طريقه الشغل. طبعا عم فهمك طريقه الشغل بيكون. طيب اول شيء بنجيب هاي بنفكها، في عندنا هون اللي هي المايكرو اللي بتوصل هون، وصل اتش دي ام اي مع يو اس بي بالتلفزيون من ورا. طبعا بهي الطريقه وصل اتش دي ام اي بنحطها هون. طريقة سهلة جدا. واليو اس بي مدخل اليو اس بي طبعا اكيد كمان لي لقطة واي فاي. طبعا اول ما ندورها بنفوت على اتش دي ام اي نعمل اوكي. طبعا بتقلنا انه ما في شرائط لا واي فاي ولا التليفون، فبتعطينا كيو ار كود. اول شيء بنفوت على التليفون على جوجل او على اي برنامج كيو ار كود. اول كيو ار كود اللي هي ديفايس بارتنر، اول شيء لقطه واي فاي. اول كيو ار كود بيجيك انه لقطه واي فاي، طبعا احنا عرفناها لحتى نسرع الوقت تعمل سكان تعملها سيت اب، طريقه سهله جدا. هون لحتى تعرف التليفون تعمل له سكان عادي بشكل طبيعي. اول ما تفوت عليها طبعا هون هي بيعطيك يا اما يس لحتى تحط سكان للواي فاي وتعرفها على الواي فاي، او الديفايس منيو لحتى تغير فيها الواي فاي طلعتها من مكان ثاني. مش نحط يس اكيد. طبعا نحط فكي التكنولوجي اللي هي عندنا ونحط الكود اكيد. هون هي لقطه واي فاي، نحن ملقطين واي فاي هي الطريقه. ترجع بتفوت على التليفون على سكرين كاست اللي هي كلمه اللقطه سيتنج تاعولها ببين عندنا بهذا الاسم. بس لحتى تفتح نكبس عليها عملت كونكت، تعمل كونكتنج بس شوي بس يوقف لحاله التليفون بيطلع عندنا قدام مثل ما عم نشوف. التليفون صار على التلفزيون. طبعا بدك تشغل يوتيوب، بدك تشغل اي شيء. طب فوت على اليوتيوب بفرجيكم العيب الطول لانه الشاشه صغير. فتنا على اليوتيوب حطينا الفيديو بالعرض. بس تعملنا لايك شير الفيديو بالعرض هون سبسكرايب واكيد فعل زر الجرس ليوصلك كل جديد وروح كبير. طريقه كثير حلوه حتى الجيمز، اذا بدنا نفوت على جيمز كمان بتطلع الشاشه كثير كثير حلوه. فتنا هاي اللعبه طبعا نفس الموضوع تطلع الشاشه بالعرض وبشكل كثير كثير حلو. اكيد مثل ما قلنا بعض موصلهم لازم يكون التليفون والكروم كاست نفسها موصوله على نفس مكنه الواي فاي، لانه طبعا هي بتنقل الصوره عن عبر الواي فاي. واكيد هيك كان كل شيء. اذا حدا ما فهم شيء او حابب يعرف شيء زياده يكتب لنا بالكومنتات، واكيد اعطينا رايك بالكومنتات. بس تحط لايك اذا عجبك الفيديو، سبسكرايب وفعل زر الجرس ليوصلك كل شيء جديد، واكيد تابعنا انستغرام فيسبوك وتيك توك. واذا حابب تطلبها كمان اطلبها من عندنا على الانستغرام. وسلام.